خليتني نزقني قلت انا يا شباب نلعب لعبة ماينكرافت. شباب نلعب في سكاي فاكتوري. شباب دي اول مرة تسمعوا الاسم ده في يعني انا بنزل سلسلة عن كده. دي سلسلة في ماينكرافت كده شباب، يعني سلسلة خرافية يعني حاجات غير عن ماينكرافت العادية، وحاجات اسطورية خالص، وتصنعوا الديرت وتصنعوا كل الحاجات اللي في ماينكرافت. خلينا بس نعمل كرافتنج تيبل كده، نعمل شيفت كده. شفت كنت هكسر البلوك اللي انا واقف عليه، تبقى مصيبة. يلا خلي كده ونخلي بالنا شباب. اوه جات لنا تفاحة من الشجر. جات لي استكاية. خلينا نكسر ده كده. جات لي اللوكة. يلا وخلينا نعمل هناي برضو. شو عايزين؟ اي شجرة تنزل لنا ايه شجرة، يعني اي شجرة تنزل لنا ايه حاجة نقدر ننزل على الشجرة غيرها. يا رب سين، قول يا رب. حتى عشان بيدر. يلا مستنيين دول يا شباب، الاتنين دول لو واحدة منهم طلعت شجرة يا شباب ايه نكمل حياتنا ونقدر نجمع خشب. يا رب يا رب. ماشي ادخل يا رب. شوف احنا معانا اصلا ده مش معانا. يلا يا رب يا رب. مفيش غيرها. مفيش اي بلوك اي شجرة وقعت. كان مش للاسف فيش شجرة. معاك؟ ايوه. يا سنعي عيشنا يا شباب. ابي هالي بسرعة. ابي هالي؟ اوعى بس من عديرتي ده. طيب. وخلي بالك ما توقعنيش. طيب. عشان هيك كبرت. احنا دلوقتي مش هنهتم بالجزيرة. احنا دلوقتي هنهتم بايه؟ بنفسنا وبالحاجات. نعمل ادوات وحركات. وفي اداة. ماشي استنى شباب. ورجع لكم يا شباب. يلا مش عارف ياسين قال لي وقف الفيديو ليه. بس ماشي. سين انا هخليك حاجة كده في الجيم تقدر تخلي الوقت صبح ايه ماشي؟ ملك تاك. ايوه كده. وانت تحول الدنيا لصبح وتمشي المطر، تعرف ازاي؟ ايوه هنشوف هتمشي المطر ولا لا. مش لابن جلنج اللي يعلق. مشيت المطر؟ نجيب الأداة دي كده. نجيب دي كده شباب.
شباب احنا في اداة غريبة كده، هنجربها. سين بص بص الكرافتنج تيبل دي، بص ايه ده، دي كرافتنج تيبل. ايوه بص دي نقدر نحط فيها حاجات. بص بص من بره ايه ده، لا بص انت شايفني من بره، شايف الحاجات محطوطة ازاي؟ لا 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 مش شايف اي حاجة، لا مش هي. ماشي ما علينا، بس هنخليها طيب. ليه لا مش لازم نخش سيف دلوقتي، لما يبدأ تطلع لنا الوحوش نبقى نجيب سيف حاجات. ماشي ثاني، انا هعمل، انا اظبط كل حاجه. بصوا ندخل على الويزر كده لو عايزين نمشي مطره كده، دي بيعلق كده. ايوه ونعمل كلير هنا كده وندوس يس، وندخل تاني مره ونصبح الدنيا. انت صبحت الدنيا؟ يلا يا شباب احنا دلوقتي بنعمل حاجات، الخطوات دي يا شباب هتخلينا نجيب تراي وحاجة. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي ان حاجة نكسر في الخشب. انا عايزة الاقي خروم. ليه؟ عايزة اعمل سرير. ما احنا مش هنلاقي خروف عشان يجيب لنا السرير. هنقف بطريقة، لا هي في طريقة في اللعبة هتقول لنا ازاي، بس احنا بقى دلوقتي هنعمل حركة دي، هنعمل دي شكلها مش عارف دي والله بتاعت ايه، ده اتعملت معايا كده. ايه يا عم اليتين انت؟ شباب صح، انا عايز اقول لكم حاجه، اضغطوا لايك واشتركوا في القناه. بس يا شباب انا عايز اقول لكم حاجه يا شباب، اللي بيلاقوا الفيديوهات، اللي شايف الفيديو ده بس مش عارف قناتي، اول ما يشوفني في الفيديو ده يا ريت تشترك في القناه وتضغط لايك، عشان يعني عشان نبقى عندنا مشتركين اكتر. هو يعني اللي بيشوف الفيديو من غير ما يشترك يا ريت تشترك وتضغط لايك ومش هتخسر حاجه. صح يا سين؟ حتى ياسين بطل يعيط عشان ايه ده؟ ده بدأ يعيط تاني؟ لا شباب ياسين هينط مجنون. يا ابني عايزين ينط، اضغط لايك واشترك في القناة. عم انت ما نطش في القناة ثاني، لو عملنا كده عشان مين؟ عشان اليوم اللي ما حطش لايك. عم لو انت ما حطتش لايك اطلعك من الدنيا، وكمان هنتحر. في المفروض طيب تعمل مش عارف ايه هي. غلط؟ ايه؟ عشان انت غلط فمش هنوقف. طب انا في حاجة مشكلة عندي دلوقتي مش فاهم بصراحة. ثانية تعالي نجيب يا شباب ده، انت في ايه؟ انت غلط. طيب مش هغلط عشان انت غلطت. طيب هو ايه الكتاب ده يا سين بيعمل ايه؟ تعالي نشوف ايه الكتاب ده يا شباب. طب هاتلي الكتاب الأزرق. سين بس يا سين ايه؟ لا
لا هي ايه؟ بص معايا ايه؟ هات تكتب. شكرا. جت في قفاك على طول. خد الخشبية. خشباتي اديهاني. انت اللي بتسقي الخشبات. ده برميلي. شباب قبل ما نستحكمي من الخشب طيب احنا نعمل ايه تاني؟ تعالى نعمل ترقص. طبعا يا شباب يا بنات دي نهاية الفيديو، ولو عجبكم متنسوش لايك وتشترك في القناة مش مشتركين. بس قبل ما ننهي الفيديو يا زين اديني الشجرة اللي في ايديك. انت عندك كام شجرة؟ مين يكون استنى انا هرقص لك. هترقص؟ ده انت هترقص؟ مش هرقص. خد ثانية ما تضربنيش وما توقعنيش. خلي بالك لو انا وقعت جبت هاي اللي شلوت. انا شباب زي اللي بعتها لي. يلا نريد صوت. ده انتحرت. عايز اليوجا دي؟ انا يا شباب انا هعمل دي. طب عايز اليوجا؟ لا جيبها لك. طب ازاي ما بتتحطش؟ معرفش. انا جربت. ازيك؟ انا هجرب احط اليوجا دي تاني. معلش مش راضي تتعامل يا شباب. طبعا يا شباب دي نهاية الفيديو، فلو عجبكم متنسوش لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين. ويلا سلام.